شركة الشريف للإنتاج الإعلامي، اختيارات بلا حدود. مفيش مشكلة ملهاش حل، اوعي تيأسي من رحمة ربنا. مع مركز كابيتال للإنجاب سي بي سي، ربنا هيحقق لك حلم الإنجاب إن شاء الله. مركز كابيتال للإنجاب سي بي سي من أكبر المراكز في الشرق الأوسط للحقن المجهري وأطفال الأنابيب. إحنا بنساعدك لحدوث حمل، مش بس كده، أنت كمان تقدر تحددي نوع الجنين. في مراكزنا أطباء استشاريون ومتخصصون على أعلى مستوى من الكفاءة، وكمان غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة وحضانات حديثة على أعلى مستوى، ومعمل تحاليل متكامل بيعمل على مدار 24 ساعة. ولأن راحتك وسعادتك تهمنا، يوجد إقامة للمغتربين من خارج القاهرة لعدة أيام، خدمات طبية على أعلى مستوى، كما يوجد وحدة خاصة لعلاج أمراض الذكورة وعينات الخصية، وكل خدمات تأخر الحمل والإنجاب في مكان واحد. إحنا كمان بفضل الله حققنا أعلى نسبة نجاح حقن مجهري وحدوث حمل. أكبر تجمع للأساتذة من جامعة الأزهر وجامعة عين شمس في مركز كابيتال للإنجاب سي بي سي. للتواصل يرجى الاتصال على 011-321-38-0، 010-31-70-880، 02-26-70-21-85. العنوان 49 شارع محي الدين عبد الحميد، متفرع من شارع عباس العقاد، أمام الحديقة الدولية ووندرلاند، مدينة نصر القاهرة. مع مركز كابيتال للإنجاب، الأمل في الله كبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في رحلة الإنجاب مع مركز كابيتال سي بي سي. يسعدني ويشرفني أني أكون معاكم النهاردة أستاذ دكتور محمد سيد علي، أستاذ النساء والتوليد والعقم كلية الطب جامعة عين شمس، واستشاري العقم وأطفال الأنابيب بمركز كابيتال سي بي سي. الحقيقة أن عدد كبير من المرضى والأطباء بينسوا أهم وسيلة من وسائل علاج تأخر الإنجاب، والوسيلة دي للأسف لو نسيناها ده بيؤدي إلى الكثير من المشكلات، بيؤدي إلى تأخر الحمل، بيؤدي إلى أحيانا الفشل في الحصول على طفل سليم، بيؤدي إلى مشكلات أحيانا فشل الحقن المجهري اللي هو يمكن الخطوة المهمة اللي بنعملها علشان ربنا يكرمنا بالحمل والأسرة تحصل على أطفال بطريقة سهلة وميسرة. الكثير من المرضى بيقعد سنة واثنين وثلاثة بياخد علاجات منشط عشان يحصل حمل. طب أنا برجع أقول دايما المفروض أن كل فترة علاج لها فترة زمنية قد تنجح أو تفشل، وبالتالي ما ينفعش أن أنا أخد علاج منشط لمدة 6 شهور ثم سنة ثم أخش في السنة التانية وما زلت باخد علاج. لا، إذا كنا أخذنا أكتر من 6 شهور علاج وهذا العلاج لم ينجح في حل المشكلة بتاعت الزوجين، يبقى لازم ألجأ لوسيلة أخرى تشخيصية وعلاجية تقول لي إيه المشكلة اللي بتعوق هذا الحمل. الحقيقة المنظار بنوعيه، سواء منظار البطن أو منظار الرحم، الاثنين دول متوفرين جدا عندنا، وعندنا الكثير من الأطباء، يعني أقدر أقول نخبة من أطباء جامعة عين شمس والأزهر في مركز كابيتال للإنجاب. عندنا تيم كامل بيقدم هذه الخدمة الطبية سواء منظار البطن أو منظار الرحم. يعني تخيل أن منظار البطن مثلا يقدر يعالج لنا الكثير من المشكلات. مجرد ما نقدر نعمل منظار البطن نقدر نعمل نظرة استكشافية وعلاجية لمشكلات قناة فالوب، سواء فيها التصاقات، سواء فيها تمدد، سواء انسداد كامل،
مش بس بنشوفها، ده احنا كمان بنقدر نعالجها. طيب مشكلات المبيض، الكثير من المرضى يعانوا من تكيسات المبيض، وهي مشكلة بتكون منتشرة جدا مع السمنة، مع زيادة الوزن، مع الحياة اللي بنسميها احنا غير صحية. وطبعا مرض السمنة ده يعاني منه آلاف مؤلفة على مستوى العالم، وبالتالي لو قدرنا نعمل منظار البطن نقدر خلال هذا المنظار نعالج هذه المشكلات بواسطة تثقيب المبيض، ونقدر كمان نعالج ما هو أكثر. نقدر نقول إن في حاجة اسمها أكياس دموية بتحدث في المبيضين، والمشكلة دي اسمها بطانة المهاجرة أو التغدد، بيحدث في الرحم والمبيض ويؤدي إلى التصاقات ويؤدي إلى تأخر الإنجاب. فالحمد لله دلوقتي منظار البطن وسيلة فعالة آمنة، نقدر نقول إن هي كورنر أو كورنر ستون أو خطوة لا يمكن الاستغناء عنها في علاج تأخر الإنجاب. وبالتالي أنا بطالب الأطباء والمرضى إن هم ياخدوا هذه الخطوة، وإن شاء الله منظار البطن هيحل كل المشكلات زي ما اتفقنا، سواء المشكلة في المبيض، سواء المشكلة في قناة فالوب، سواء مشكلة التصاقات في الحوض نتيجة جراحات سابقة. مش بس كده، احنا ممكن كمان نعالج مشكلة الرحم نفسه. الرحم قد يكون هو السبب في إجهاض متكرر، قد يكون هو السبب في حالات الولادة المبكرة، قد يكون السبب في تأخر الإنجاب. وبالتالي بمنظار بياخد تقريبا وقت صغير جدا، بنسميه احنا دي سيرجري أو جراحات اليوم الواحد أو الجراحات السريعة، نقدر نحصل على الشفاء الكامل بإذن الله. الكثير من المرضى بيطلب منظار رحم، تقول لي والله يا دكتور أنا عايز أعمل حقن مجهري وسمعت إني لازم أعمل منظار الرحم، إيه رأي حضرتك؟ نقدر نقول إن في مركز كابيتال للإنجاب، مركز سي بي سي، إحنا عندنا بوليسي أو طريقة علمية بنقدر بيها نتابع المريض بتاعنا حيث لا نكلفه الكثير، وفي نفس الوقت يتقدم له خدمة طبية ممتازة. مش كل مريضة هتعمل حقن مجهري محتاجة منظار رحم، وبالتالي منظار الرحم بيكون للسلكتد كيسز أو للحالات التي تعاني من مشكلات تجويف الرحم. يعني داخل الرحم، في تجويف الرحم، هناك مشكلات، منها حدوث تضخم في بطانة الرحم، منها وجود حاجز، منها وجود نتوء أو لحمية. في هذه الحالات طبعا طبعا أقدر أقول للمريضة بتاعتي أنت محتاجة منظار الرحم، لأن منظار الرحم في الحالة دي هيعمل تشخيص وعلاج لهذه المشكلات، سواء الحاجز بيتم استئصاله، لو عندي لحمية بقدر أشيلها بسهولة ونقدر نعملها تحليل عشان نتأكد الأنسجة بتاعتها أنسجة حميدة، لو عندي تضخم في بطانة الرحم بنقدر بسهولة نعالج هذا الكلام، وثبت أن نسب الحمل بتبقى عالية جدا أول ما نقدر نزيل هذه المشكلة التي تحدث في داخل تجويف الرحم. طيب لو أنا بقى قلت أن المريض بتاعي ما عملش منظار رحم وكان كل حاجة عنده طبيعية وأقدم بعد كده على الحقن المجهري وحدث حمل، يبقى كده كل حاجة كويسة. طيب أحيانا بيحدث مشكلات مع الحمل، منها إجهاض، منها ولادة مبكرة. في الحالة دي أنا بقدر أقول إن منظار الرحم يقدر يقيني ويديني زي ما بيقول وقاية، والوقاية خير من العلاج زي ما أنتوا عارفين، من إن المشكلات دي تحدث. ليه؟ لأن مشكلات عيوب تكوين الرحم أو مشكلات الرحم الخلقية بتؤدي إلى الكثير من مشكلات الولادة المبكرة. وهنا يعني أقدر أشير إلى أن أهم دور لمنظار الرحم هو أنه يشخص ويعالج هذه المشكلات. طيب في برضو دور مهم جدا لمنظار الرحم، إيه هو؟ في حالات فشل انغماس الأجنة داخل الرحم، يعني مريضة بتعمل حقن مجهري وعملت مرة واثنين وثلاثة، في كل مرة بيتم نقل الجنين ثم لا يحدث حمل. دي أؤكد إن إحنا لازم مادام نقلنا أجنة سليمة وبتكون درجة متميزة زي الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية، في الحالة دي لو ما حدث حمل يبقى لازم أعمل منظار الرحم. في الحالة دي بيكون له دور مهم جدا سواء في التشخيص زي ما قلنا أو في العلاج. في أحيانا بنلجأ إن إحنا نعمل كومبايند سيرجري أو جراحة فيها الاثنين، منظار بطن مع منظار رحم. ده امتى بنلجأ له؟ بنلجأ له لو المريض بتاعي بيعاني من مشكلة في تجويف الرحم وكذلك مشكلة خارجية، سواء في المبيض، سواء أورام ليفية، سواء في قناة فالوب. والحقيقة الدبل سيتنج ده
نقدر نقول انه مفيد جدا للمريض بتاعي، لانه بيطلع كل ما يمكن ان يكون سبب في تاخر الحلم الجميل اللي بيحلم بيه الزوجين في الحمل والحصول على طفل سليم. وبالتالي احنا بننصح اي مريض، مش بس مريض، لا ده احنا بننصح كمان الاطباء، ان احنا عندنا يبقى دايما تايم سكيدجول او وقت محدد لكل علاج. اذا فشلنا في العلاج الدوائي، فشلنا في علاج المنشطات، المريض بتاعي قعد سنه واثنين وثلاثه لم يحدث حمل، يبقى لازم اتاكد من كل المشكلات اللي موجوده ويتم علاجها بواسطه منظار البطن ومنظار الرحم. نقدر نقول كمان ان منظار الرحم له يعني الكثير من الفوائد الاخرى، يعني اقدر اقول ان انا بقدر اعالج بيه نوع من انواع الارتشاح اللي بيحدث في قناه فالوب. قناه فالوب اذا لم تكن تعمل فده معناها ان انا ما عنديش قدره على الحمل الطبيعي، يبقى هعمل حقن مجهري واطفال انابيب. طيب قد تكون هذه القناه مش بس بتمنع لي مرور الايه الجنين، لا دي ممكن تكون هي نفسها عنصر لان هي تمنع حدوث الحمل اثناء الحقن المجهري، عن طريق وجود بعض التجمعات من الصديد او السائل اللي فيه سموم تنزل على الرحم وتمنع الحمل. وبالتالي لو قدرت اعمل فصل هذه القناه عن الرحم بقدر احصل على نسب حمل ممتازه، وان شاء الله يكون الزوجين في حاله من السعاده دائما. واحنا في مركز كابيتال للانجاب بيكون عندي تيم كامل من الاطباء مسؤول عن جراحه المناظير سواء منظار البطن او منظار الرحم، واقدر اقول ان نسب النجاح بسم الله ما شاء الله ممتازه لسببين. السبب الاولاني ان احنا بنختار العلاج المفضل ونسب نجاحه بتفوق اي مكان في العالم. وجراحات المناظير من الجراحات المتقدمه، الجراحات الحديثه. احيانا المريض بتاعي بيبقى جاي خايف من المشكلات، تقولي انا عايزه احمل بس مش عايزه اعمل جراحه. لا، اقدر اقول لها ان دي مش جراحه، من الجراحات اللي هي فيها فتح بطن، فيها الكثير من الالام. لا، دي بنسميها داي سيرجري، بنوصل للعلاج عن طريق فتحه لا تزيد عن نص سنتي، وبالتالي ما بيسيبش اثر في البطن، ما بيعملش التصاقات، المريض بيقدر يحصل على دوكيومنت او سي دي في كل خطوات الجراحيه عشان يبقى عارف ايه المشكلات اللي كانت موجوده وايه المشكلات اللي اتعالجت. طيب في ايضا مرض لا يتم تشخيصه ولا علاجه ويؤدي الى تاخر الانجاب عند عدد كبير جدا من السيدات، هو ايه؟ هو البطانه المهاجره. ممكن المريض بتاعي يبقى جاي تحاليله كويسه والتبويض ممتاز واخدت علاج فتره سنه، زوجها طبيعي ومع ذلك لا يحدث حمل. مش بس كده، ده ممكن تكون عملت اشعه بالصبغه وقالوا لها قناه فالوب سليمه، اللي احنا بنسميه احيانا بالنسبه للمرضى العقم الغير مفسر او الغير مسبب. ولكن قدرنا دلوقتي بوجود منظار البطن ومنظار الرحم نلاقي اسباب كثيره ما كانتش باينه قبل كده. وبالتالي احنا بننصح بان احنا نعمل منظار البطن ومنظار الرحم. ويسعدني ويشرفني من خلال منبر مركز كابيتال للانجاب ومن خلال اطباء الاستشاريين الموجودين ان احنا نستقبلكم، وان شاء الله يكون دايما الخير والشفاء. واشكركم على حسن استماعكم، وفي حلقه قادمه ان شاء الله نلتقي مع حلم الانجاب ورحله الانجاب. شكرا لكم. مفيش مشكلة ملهاش حل، اوعى تيأسي من رحمة ربنا. مع مركز كابيتال للإنجاب CBC، ربنا هيحقق لك حلم الإنجاب إن شاء الله. مركز كابيتال للإنجاب CBC من أكبر المراكز في الشرق الأوسط للحقن المجهري وأطفال الأنابيب. إحنا بنساعدك لحدوث حمل، مش بس كده، أنت كمان تقدري تحددي نوع الجنين. في مراكزنا أطباء استشاريون ومتخصصون على أعلى مستوى من الكفاءة،
وكمان غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة وحضانات حديثة على أعلى مستوى، ومعمل تحاليل متكامل بيعمل على مدار 24 ساعة. ولأن راحتك وسعادتك تهمنا، يوجد إقامة للمغتربين من خارج القاهرة لعدة أيام، خدمات طبية على أعلى مستوى، كما يوجد وحدة خاصة لعلاج أمراض الذكورة وعينات الخصية، وكل خدمات تأخر الحمل والإنجاب في مكان واحد. إحنا كمان بفضل الله حققنا أعلى نسبة نجاح حقن مجهري وحدوث حمل، أكبر تجمع للأساتذة من جامعة الأزهر وجامعة عين شمس في مركز كابيتال للإنجاب CBC. للتواصل يرجى الاتصال على 011-321-380-0، 010-31-70-880، 02-26-70-21-85. العنوان 49 شارع محي الدين عبد الحميد، متفرع من شارع عباس العقاد، أمام الحديقة الدولية وندرلاند، مدينة نصر القاهرة، مع مركز كابيتال للإنجاب. الأمل في الله كبير. شركة الشريف للإنتاج الإعلامي تقدم أفضل الاستديوهات لإنتاج البرامج والإعلانات، وحدات تصوير خارجية، متخصصون في إنتاج البرامج.